فهمنا مع الكليبور مش حاجة في إطار تحضيرات اللي قمنا بها للتحضير للحملة التلقيح ضد الكوفيد ديناها عنا مدة من جانفي نحن نحضر فيها. كيف ما تشوفوا هذايا المركز الجهوي للتلقيح ضد الكوفيد موجود في ولاية سبيانة. المركز هذايا اختار بعد ما تحضيرات كبيرة مع لجنة محلية وعمل تلقيح جهوي وشاركت فيه جميع الأطراف. هذا اليوم نعمل في عملية بيضاء مش ناقم على مدى استعداد المركز هدايا لقبول العديد من الأشخاص للتلقيح، وحبينا نشوف استعداد زاد الفرق الصحية ومع استعدادنا زاد اللوجيستي تحضير القاعات جميع القاعات كسوة لبوت التلقيح ولا المراقبة ما بعد التلقيح ولا الناس زاد مش مسجلين ولا الناس مسجلين ولي سيرتي دو فاكسيناسيون مع حضور السلطة الجهوية وكذلك الأطراف الأمنية والأطراف زاد الصحافة اللي نعملوا عليكم راهو لتحسيس المواطن كما تشوفوا أنتم ما ثمش إقبال كبير على تسجيل التلقيح. إن شاء الله بحول الله ننجحوا الناس كلنا مع بعضنا ونتجاوزوا النحلة هذه ونتغلبوا على الوباء هذا. عسلامة، نحن جينا اليوم نمثل الكشافة التونسية بجهة سيانة. ديما كان عندنا دور ريادي منذ بداية جائحة كورونا، كان عندنا برشا حملات تحسيسية وتوعوية ومواصلة لهذه الجهود ولمعاضدة مجهودات الدولة في الحد من هذه الجائحة. كملنا معناتها جينا اليوم كمتطوعين في العملية البيضاء هذه للتلقيح، قمنا بدور متطوع معناها متاع إنسان جاي باش يعمل التلقيح، وقمنا وتعدينا بديفيرون لي زيتاب اللي معناتها من قسم السخانة حتى كشي لتعقيم اليدين لقاعة الانتظار للتلقيح في حد ذاته. بعد التلقيح لازمنا نقعدوا ربع ساعة معناتها باش نشوفوا فماش دي كومبليكاسيون ولا حاجة، وكانت العملية الحمد لله ناجحة ما شاء الله. وزارة الصحة قامت بالتحضيرات.